في زيارة رسمية وصل إلى العاصمة بغداد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان برفقة وفد أمني لحسم المباحثات حول مسلحي تنظيم داعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية في الشمال السوري. سيطرح هذه الرؤية على الرئاسات الثلاث في اجتماع الرئاسات الثلاث الأخير قبل يومين على ما أتذكر. يعني تسرب أن الأمر طرح وواجه معارضة كبيرة جدا، بكون العراق الآن في هذه اللحظة يعيش توتر هائل وكبير، خصوصا مع دعوات التظاهر المتجددة في يوم 25. واضح أن الحكومة الفرنسية تسعى لإقناع العراق بقبول استلام عناصر داعش ووضعهم في معتقلاته مقابل منح مالية ومساعدات والتكفل ببناء سجون محصنة وآمنة ضمن مشروع مبادرة تتشارك فيه عدة دول غربية لها مواطنون متورطون مع داعش. فلم يبقى إلا فلول داعش أن يكون مقر أو سجون، ويجب أن نوفر لهم السجون النموذجية والمثالية من أجل إرضاء الدول الأوروبية. يأتي ذلك مع استمرار قوى سياسية في البلاد بتحذير الحكومة من مغبة قبول تحويل العراق إلى غوانتنامو جديد، لا سيما أن الحكومة مخولة بتسلم من يحمل الجنسية العراقية فقط. فراس الدليم، قناة الفلوجة، بغداد.